معنا ضيوف من روسيا من مدينة بينزا بيرم، ف اسم فيركا يارمركا. يارمركا ممكن نترجم كلمة يارمركا إلى لغة عربية كسوق، والسوق مش باشتراء خضار، سوق بالمعنى احتفال وتوحد مجتمع. يعني كل يوم الأحد في روسيا في قرون القديمة عملوا مهرجانات يارمركة، مهرجانات سوق، عندما اجي ناس يشتروا شغلات معينة، وكمان بشوفوا بقت وكانت فيها موسيقى وراقص، ويارمركة يعني هذا الاحتفال. فأتمنى يكون الناس اليوم كثير مرتاح ويتفرج على ثقافة روسية جميلة، والثقافة ولغة الثقافة هي اللي توحد مجتمع. народном на фольклоре России и нашего региона, где мы проживаем. نحن نعمل على كما يقال تراث الشعب الروسي والشعوب المجاورة حيث نقيم. И вот сегодня в сегодняшней программе будут хореографические номера, которые سيقوم بتقديم مجموعة الفقرات للمؤسسين وقادة فرقتنا. организован кинофестиваль российских фильмов. اليوم هي الحفلة الأولى فقط، وسنستمر في هذا العمل، وفي شهر يونيو سيقوى في دمشق أسبوع الأفلام الروسية. نجتمع اليوم لنحتفي مع أصدقائنا الروس بمناسبة مرور 75 عام الدبلوماسية السورية. طبعا هذا اللقاء هو الأول هذا العام ولن يكون الأخير. سيكون هناك سلسلة من الفعاليات الثقافية على مدار العام. طبعا يسرني أن أرحب بسعادة السفير بيننا في هذه المنشأة الثقافية الحضارية. طبعا العلاقات السورية الروسية أصيلة ومتجذرة، وهي ممتدة عبر التاريخ، تتوج بعلاقات ثقافية وعلمية، وأيضا هناك العلاقات طبعا الدعم العسكري والدعم المطلق. أصدقائنا الروس، أهلا وسهلا بكم في سوريا.